سلامتي فرخان، اي فرخان، لاباس دانو؟ صحت لاباس تمناتم كلشي بخير وعلى خير. اللي اول مره تشوف هذه القناه ما تنسونيش واحد كل الاشتراك. شكرا. جديدات كي دايره؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس، نتمنى تكونوا كاملين بخير. المهم البنات، انا اليوم ان شاء الله غادي نمشي للمغرب البنات، وغادي ندير واحد المفاجاه للوالده، ولكن ما غاديش نحط هذا الفيديو فاش نكون عندها، يعني غادي نحطو نهار الاخر حتى نمشي لعندها ان شاء الله باش ندير لها المفاجاه. المهم كيف تشوفوا الحوايج ديالي هما هادو، وراجلي راه حتى هو ما كاينش دابا، كاين في المغرب، وهنايا راه الحوايج ديال ولدي، ولكن ما غاديش يمشي معنا حيت المدرسه البنات. انا غير على حساب واحد المفاجاه بغيت نديرها للوالده، داكشي علاش غادي نمشي دغيا دغيا، ما غاديش نبقى مده طويله. وهاد الحوايج ديال ولدي قديتهم باش نصيفطو عند ساميه عند صاحبتي. المهم كما عرفتوا ولدي راه كاين في المدرسه، ما عندناش الحق باش نخرجوه من المدرسه البنات. والمهم تري امبورطون هو الباسبور والبيي البنات، حيت المغرب تيبغيو الورقه. وهادشي اللي كاين البنات، وهنا حوايجي والفوطه ديالي اللي غادي ندي نديها فوطه كبيره، وغادي ندي هذاك الساك، ولكن مازال ما كملتش، باقي بزاف الحوايج، باقي واحد العطروسه مازال ما جمعتها، وان شاء الله يكون خير يا ربي. بابي يكلمو بالواتساب. صافي البنات، خليت ولدي، اول مره نخلي ولدي في شي بلاصه، حق الله. يا الله البنات، حتى نوصل المطار ان شاء الله. بالسلامه عليكم، باي باي. لا يسمح لينا من والدي. المهم البنات صافي، تنوجد الساك ديالي كيف تتشوفوا، صافي غادي يجي ليا خو راجلي اللي غادي يديني المطار. يا الله البنات، نخليكم عم شوف هاد الكار البنات باش يدينا البلاصه ديال الطياره. انتما انا شديت غياني، اول مره نشد غياني غا البنات، ضيلا شدني الخلعه، مي الحمد لله. هادي ديال الدراري الصغار. ها انتما البنات، انا عندي مع 12 غادي تمشي الطياره، الا تشوفوها هي الاولى تما. انا علي غوبور صغير بزاف ديال ستراسبور، ماشي بحال ديال بالمولوز، هو كبير. نشوف شي ساندويتش ولا شي حاجه، حيت نسيت الساندويتش ديالي في الثلاجه، هي وقرعه ديال الماء ديالي نسيتهم هما اخوتي لي بارفان. لي بارفان البنات تاع 15 لي بيجو، هاد لا مارك كيف تتعرفوها البنات، لي بيجو. وهنا الروائح، شوفوا كانت عندي واحد قرعه الريحه بحال هادي، شفت دير 102 يورو الاثمنه. هادي لي سوفينير ديال كلتهم، شحال هادي فاش تتكون، فاش كانت عندي 58. المهم هادو لي بارفان البنات، هادي رجاله، راجلي عنده هادي ديما تتشريها ليه وحده من عائلته. المهم ما لقيتش نصور كلشي البنات حيت ما بغيتش يجي الفيديو غادي طويل. هذه البنات عندي والله العظيم الا جبتها معايا غادي نوريها لكم ان شاء الله، فاش سميتو نوصل. هذه في البوناني فاش عطاوها ليا، زوينه الثمن ديالها. باقي في لي غوبور هاد الثمنات يكونوا، هو هذوك هنا اللي بيجوا البنات كيف تشوفوا، والسيكان بورت موني، وهنا نضادر. ها اختكم كلتم كيفاش لابسه. يلا هالبنات ما تنسونيش واحد اللايك واحد البارطاج، مشاو ندير واحد المفاجاه للوالده، كلشي غادي نصوروا معكم البنات. الله يوصلنا بخير ولا خير، واخا داك الكتكوت قطع ليا قلبي البنات، اول مره نخليه بوحدو هالطويل بيت البنات، ما عرفت الثمن ديالهم. ها انتم الخواتم دست هنايا، قلت علاش لا ما نصور لكم الفونتا 15.50. هانتوما لي فونتا الأثمنة حداكم البنات، يعني الأثمنة تشوفهم بعينيكم. ها شوف البنات غويال رخيصة 15. هانتوما السيروم، هادي فيها كلشي فيها ثلاثة،
50 أورو سيكونت. هانتوما تهنا الرويحة والتاني، احنا خليونا من هاد الرويح، ما عندنا فلوسهم. انا الماكياج هادي تاهم عفونا، ما يديرش على حسب الشمس. 31 أورو. الكريم ديال الوجه هادي زوينة، تيعاودو عليها، درتها شحال هادي البنات، لكن واخا هكاك ما عجبتنيش، تنوض ليا شويه الحبوب. كوكو البنات، هاني الطياره صافي غادي يطلعوا ليها ان شاء الله. المهم انا النمره 20 البنات. المهم البنات هذه بلاصتي، انا جالسه هنا، انا تعجبني ديما نجلس هنايا البنات. صافا البنات شدينا الغدا. المهم 11 اورو اللي خلصنا في هذا الشيء. هانتوما الكومير، هذا رحالة جابوه من المغرب. هذا صافا البنات، وصلت لبلادي، فرحانة فاش وصلت لبلادي. هانتوما فيا بنيخ، ما كان حتى شي واحد يعرف يصورني، كان برد البنات، داكشي علاش هزيت هاد الفولار حطيت بيه في الطيارة، برد بزاف. تلاقينا مع الناس ديال الحج البنات، ها نتوما هادي الحج وقيلة. الوصول البنات، راه خرجت من دوان صافا البنات، دابا تنتسنى واحد خويا يجي يديني من هنايا، كاين مازال ما جاش. الحمد لله البنات، والله الا فرحانه فاش جيت للمغرب. كوكو على سلامتي. ها انتما كاين هنا البنات الدروج ولا لا سانسور؟ بسم الله. المهم البنات، هذه هي الدار اللي كاريو خويا حدا السوق، والمهم حدا البحر حدا السوق، ما بعيداش بزاف. المهم ابارتومون زوينه عجبتني في الحقيقه، فيها الدوش، فيها جوج طواليطات حاشاكم، فيها الصالون كبير، فيها التلفازه، وهنايا فيها واحد لا شومبر كبيره كيف تتشوفوا. المهم نقيه نقيه وزوينه، وهنا عاوتاني فيها واحد، فيها عاوتاني الدوش والطواليط حاجهكم البنات. المهم كما قلت لكم الوالده راه ما عرفتنيش انا جايه، ولكن للاسف دابا غادي تشوفوا كل شيء شنو درت ليها. المهم هذا النهار الاول فاش جيت من اكادير، ها نتوما تاعت لا شومبر. المهم الدار كبيره تبارك الله، والثمن ما غاديش نقول لكم البنات، رخيصه غاليه بزاف 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 هاد الصيف. المهم خلص اخويا اللي خلصها مسكين، وفيها الكوزينه كيف تشوفوا، فيها ماكينه الصابون، فيها واحد الكولوار كما شفتوا، والكوزينه تبارك الله كبيره. البنات مشينا للسوق، ها حنا تقدينا، بغيت نوري لكم باب السوق، ولكن كاين واحد الراجل هنايا ما لقيتش غير نصوره، وجينا لواحد المحل باش نجيبوا الملحه والعطريه، عاد نرجعوا للدار. قال لي اخويا والو، قال لي طيبي لي واحد الطاجينه من يديك ديال اللحم، ومشينا جبنا اللحم والخضره كامله غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله. المهم البنات درنا هنا اللحم والعطريه، وغادي نقطعوا هذا القزبون اللي خسرت شويه، اللي خسرت ما كاينش مجهول جوج البنات هنايا اللي رحنا يا هنا الطاجينه ديال الزوفريه. شويه الملح صافي، كيف تشوفوا راه ندير الطاجينه، الطاجينه ديال الشلوح ما عندوش القطع، هذا قطع على ديك داك القاعد ديال لا 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 ديك راه هذه نطحنوا بها لاطيش سوي 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 سيت خطا قطعتو قطعتو هذاك.
درنا الزيت الملحه العطريه دابا الزبون، ودابا غنقطعو واحد البصيله على الخضره ديالنا، غنغسلها المهم البنات. هكا خويا دار الثومه، درت القزبور والبصله، والمهم نقادو نديرو الخضره وكلشي ونحنا معكم. شوفوا البنات شرينا الزيتون، يا سلام بقى ناكل الزيتون دابا غادي ناكلو والله. ايوا واحد الريحه يا سلام البنات ديال زيت العود. صافي البنات فاش تشحرات لي واحد شويه غادي نخلط هذه الخليطه وصافي الخضره راه تنقيوها. ايه البنات لقيت مع واحد جوج رجاله في المطار خدامين فيه ويقولوا لي يا سيكلتهم ما بقيتيش تنسي البنات الاولاد، بقى يقولي البنات والاولاد جوج والله العظيم البنات راه تصدمت فاش عيطوا لي في المطار. انا خدامين مساك الله يعاونهم يا ربي والله العظيم سامي في بليزير وفرحت فاش لقيتهم البنات. هنايا خويا نلقى لي خيزو، عندي هنايا السلاوي، عندي هنا الكورجيت، وعندي واحد ربعة البطاطات، وهذا هو العشاء ديالنا ان شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله. الطاجين ديال الشلوحه البنات، الطاجين ديال الحي يخلط صافي بصحتنا انا وخويا بصحتكم. البنات جينا لاكوت دابا حدا البحر البنات، كيف تشوفوا تما راه اللي مكتوبه فيها الله الوطن اكادير وفله. ها انتم هنايا، اوه هنا راه البحر البنات كيف تشوفوا، هنا البحر. ها انتم هنا جينا باش نشربوا واحد القهيوه، تعشينا بداك الطاجين اللي شفتو وجينا لاكوت. دابا البنات دوزت وجيت وخرجنا، ما تنساونيش واحد اللايك واحد اللايك. يلا يلا